السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة اسمه صداقتنا اهم. من عنوان الدرس هنفهم ان الدرس بيتكلم عن الصداقة، وان الصداقة دي حبايبي هي اهم كنوز الحياة، ومهم جدا ان يكون ليك صديق حقيقي يخاف عليك ويحبك ويفضلك عن اي شيء. تعالوا نشوف مع بعض قصة درسنا النهاردة بيتكلم عن ايه. صداقتنا اهم، ده العنوان. انا وزيد نحب لعب كرة القدم كثيرا، وفي مرة كنت انا في فريق وزيد في الفريق الثاني. بيحب بيتكلم، بيقول ان هو وصاحبه اسمه زيد كانوا بيحبوا اللي هم يلعبوا كرة القدم كثيرا، وزي ما احنا عارفين ان لعب كرة القدم عبارة عن فريقين، والفريق اللي بيحصل على اهداف اكتر بيكون هو الفريق الايه؟ الكسبان، وهو الفريق اللي فايز. طيب نكمل. تسابقنا انا وزيد على الكرة دي، وكان هدفي ان احصل عليها ولم اهتم باحد. فكان بيقول ايه بقى؟ ان هو وزيد، طبعا زيد في الفريق الثاني، ان هو وزيد ماله كانوا بيتسابقوا على الكرة زي ما احنا شايفين كده في الصورة، الاتنين بيتسابقوا على الكرة. طيب لكن كان هدفه اللي هو يحصل عليها ومن غير ما يهتم باي احد خالص. اللي حصل بقى بعد كده، فجأة سقطت على الأرض فوجدت يدا ممدودة تساعدني في الوقوف. نظرت فإذا هو زيد، زي ما احنا شايفين كده في الصورة، وهو بيجري على الكرة فجأة وقع على الأرض. فبعد كده لقى مين؟ لقى يد بتساعده اللي هو يقف تاني. فبعد كده بيبص بيشوف مين؟ لقى مين؟ لقى صاحبه زيد اللي كان بيلعب اصلا في الفريق الثاني. بيقول بقى ايه؟ تعجبت كثيرا انه ترك فرصة الحصول على الكرة واهتم بي. بيقول ايه ده؟ ده ساب الكرة وساب اللي هو يسجل اهداف ويكسب، ولما لقاني وقعت عمل ايه؟ جري عليا وساعدني ان انا ايه؟ ان انا اقف تاني واقوم اكمل معاه. قال زيد: هل انت بخير؟ فنظرت اليه باحترام وتقدير وقلت: نعم يا زيد. زيد بقى بيساله: انت كويس؟ فراح جاي بقى ايه؟ نظر اليه باحترام وتقدير، علشان هو لما لقى ان زيد قدره وساب الفوز وراح له علشان يساعده، هو بقى ايه؟ نظر له بنظرة احترام وتقدير. تمام. ثم سألته: هل تركت فرصة الفوز من اجلي؟ بيقول له بقى ايه؟ انت سبت فرصة الفوز انك تكسب علشاني؟ قال زيد: نعم، فصداقتنا اهم من الفوز. وبكده نفهم ان درسنا النهاردة بيكلمنا عن الصداقة، واننا لازم ما نفضلش حاجة على صديقي، لان الصداقة زي ما قلنا كنز من كنوز الحياة، والصديق الحقيقي كنز من كنوز الحياة. تعالوا نشوف الجدول بتاعنا المفرد والجمع. بتاعي بيكلمني عن الكلمة وجمعها، الكلمة وجمعها. طبعا زي ما احنا عارفين هيجيب لي الكلمة المفرد وعايز الجمع، يعني ايه جمع؟ يعني حاجات كتير، ويعني مفرد؟ يعني حاجة واحدة. تعالوا نقرا معاه اول كلمة: فريق. فريق جمعها ايه؟ فرق. فريق جمعها فرق. فريق فرق، قولوا ورايا: فريق فرق. نشوف الكلمة اللي بعدها: هدف. هدف واحد بس، واحد يعني ايه؟ يعني مفرد. عايز بقى الجمع بتاع كلمة هدف، اسمها ايه؟ اهداف. برافو، اسمها ايه؟ اهداف. جمع هدف اهداف، جمع هدف اهداف. تمام. نشوف الكلمة اللي بعدها: ارض. ارض خدناها قبل كده، ارض.
كان معاها ايه؟ أراضي أرض أرضين. اسمها ايه؟ قولي يلا معايا، أراضي أرض أرضين. شوف الكلمة اللي بعدها، يد. يد، يد واحدة، واحدة بس. طيب عايز تجيب الجمع بتاعها، اسمها ايه؟ اياد. جمع يد اياد، جمع يد اياد. نشوف الكلمة اللي بعدها، فرصة. فرصة جمعها ايه؟ فرص. فرصة، فرص، فرصة، فرص. شطار يا سنة أولى. تعالوا بقى نشوف السؤال بتاع درسنا النهاردة بيقول ايه. ماذا يحب زيد وصديقه؟ نقرا السؤال تاني. ماذا يحب زيد وصديقه؟ كان زيد وصديقه كانوا بيحبوا ايه؟ كانوا بيحبوا ايه؟ تعالوا نشوف الإجابة. لعب كرة القدم كثيرا. كانوا بيحبوا ايه؟ لعب كرة القدم كثيرا. تعالوا بقى نشوف الأسئلة بتاعتنا بتاعت درس النهاردة بتقول ايه. لازم يا سنة أولى قبل ما أبدأ على السؤال لازم أقرأ رأس السؤال كويس جدا وأعرف هو عايز مني ايه. رأس السؤال بيقول ايه بقى؟ رتب لتكون جملة مفيدة. رتب لتكون جملة مفيدة. احنا خدناها قبل كده، رتب لتكون جملة مفيدة لعبة، زي لعبة بالظبط. جايب لي كلمات متلخبطة وعايزني ايه؟ وعايزني ارتبها له، ارتبها له في جملة صحيحة مفهومة ومفيدة. تعالوا نقرأ الكلمات اللي عندي. هل، هل، بخير، انت، قال، زيد. كده انتوا فهمتوا معنى الجملة؟ لا، هي كده ملهاش اي معنى. عايزني بقى انا اعمل ايه؟ ارتب له الجملة دي في جملة مفيدة. طيب في الدرس كان قايل ايه؟ قال، قال، هنبدأ بيها والكلمة اللي انا اكتبها اشطب عليها كده اهو. قال، اشوف الكلمة اللي بعدها. قال، مين اللي قال؟ زيد. اخدها واشطب على الكلمة كده اهو، زيد. نشوف الكلمة اللي بعدها، هل، خدناها نشطب عليها. انت، والكلمة الاخيرة، بخير. بس كده يا سنة أولى؟ لا، لازم اقرأ الجملة كويس جدا واشوف اذا كانت صح ولا غلط. الجملة بتقول ايه تاني؟ قال زيد، هل انت بخير؟ مفهومة؟ ايوة مفهومة. طيب انزل برضو على السؤال اللي بعده. لا يا سنة أولى شطار، لازم اعد الاول الكلمات اللي عندي واشوف انا كتبت الكلمات بالظبط ولا لا، بنفس العدد ولا لا، علشان ممكن انسى. فنتأكد مع بعض. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. اشوف انا رتبت بقى كام. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. يبقى كده جملتي صح. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده، نقرأ الكلمات كويس جدا. نحب، نحن، كرة، لعب القدم كثيرا. طبعا ملهاش معنى خالص. طيب اعمل ايه بقى في الدرس بتاعنا؟ برافو، زي ما كان مكتوب، كان مكتوب ايه؟ نحن، نحن ايه؟ نحب، خدناها نشطب عليها. بنحب ايه بالظبط؟ لا، كرة، لازم نكبر الكاف بتاعتنا كده عشان ما تبانش اللي هي عين. لعب كرة القدم كثيرا. قبل ما نروح على السؤال اللي بعده، أيوة سمع، ناس بتقول لازم نقرأ كويس جدا ونعد الكلمات. شطار، نقرأ. نحن،
نحب لعب كرة القدم كثيرا. ليها معنى؟ ليها معنى. يبقى كده الجملة ايه؟ صح. نعد بقى الكلمات بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6. شوف بقى احنا رتبنا كام كلمة. 1 2 3 4 5 6. يبقى كده الجملة بتاعتنا صح. نيجي على السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي حلل الى مقاطع صوتية. اسمه ايه؟ حلل الى مقاطع صوتية. وانا لما بلاقي حلل اعرف اللي انا هفصص الكلمة. طيب هفصصها ازاي؟ تعالوا مع بعض نراجع كده قبل ما نبدأ في الحل. حلل يعني فصص. الحرف الساكن بيروح مع اللي قبله، والمد والممدود مع بعض. شطار. المد والممدود مع بعض. ولو لقيت شدة بعمل فيها ايه؟ بقسمها نصين. الاول ساكن بيروح مع اللي قبله، والتاني متحرك بالفتح او بالكسر او بالضم. ماله بقى المتحرك ده؟ بيعتمد على نفسه. طيب لو لقيت الكلمة اولها الف ولام بعمل ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان الالف ولام اللي في بداية الكلمة لازم نتأكد الاول من الحرف اللي بعدها، نشوفها هي لام شمسية ولا لام قمرية. طيب لو لقيت لام قمرية، القمرية تنزل زي ما هي ومش بتمسك في حد خالص. طيب ليه؟ علشان اللام القمرية بتحط على نفسها سكون. تمام. طيب الال بقى الشمسية مالها؟ بتاخد العيل الضعيف اللي عليه سكون وتسيب المتحرك يعتمد على نفسه. طيب تعالوا بقى ايه نشوف هنحلل ازاي. كلمة ايه؟ المغامرو. المغامرو. ايه ده؟ ده اولها الف ولام. بس قبل ما احلل اعرف الالف واللام دي ايه؟ لا القمرية ولا شمسية؟ ايه ده؟ ده الال الشمسية، القمرية بتحط على نفسها ايه؟ سكون. واحنا قلنا ال القمرية تنزل زي ما هي ومش بتمسك في حد خالص. خدت الالف واللام، ايه اللي عليها الدور؟ الميم عليها ضمة، يعني كده حرف متحرك. هيسأل نفسه بعدي ساكن؟ لا لا. بعدي شدة؟ لا لا. بعدي مد؟ لا لا. خلاص انا هقفل عليا الدورية. خدت الميم، ايه اللي عليه الدور؟ الغي. عليه ايه؟ فتحه. هيسال نفسه بعدي مد؟ هاخده معايا. ليه؟ علشان المد والممدود مع بعض. ايه يا سنه اولى؟ المد والممدود مع بعض مش بيسيبوا بعض خالص خالص. تمام. هيروح معايا ونقفل عليهم الدوريه. نشوف الحرف اللي بعده، ميم. الميم تحتيها ايه؟ تحتيها كسره. طيب الميم هتسأل نفسها بعدي ساكن؟ لا لا. بعدي مد؟ لا لا. بعدي شدة؟ لا لا. خلاص انا هقفل على نفسي الدورية. بعد الميم الايه يا سنة اولى؟ الر. وهتبقى لوحدها. نشوف الكلمة اللي بعدها اسمها ايه؟ الريشة. اسمها ايه؟ الريشة. طيب هي الكلمة اولها ايه؟ اولها الف ولام. اولها ايه؟ الف ولام. طيب قلتي لي لسه قبل كده ان الكلمه لما تكون اولها الف ولام اشوف الحرف اللي بعدها من حروف الشمس ولا من حروف القمر. ايه ده؟ الر. يبقى من حروف الايه؟ حروف الشمس. واحنا طبعا زي ما احنا عارفين ان حروف الشمس عليهم شده. حروف الشمس عليهم شده. تمام. واحنا قلنا لما بنلاقي شدة بنعمل ايه؟ بقسمها نصين. الاول ساكن بيروح مع اللي قبله، والتاني متحرك. متحرك بايه بقى يا سنة اولى؟ هنشوف الشدة تحتها ايه؟ كسرة. يبقى دي هتكون حركة الحرف التاني.
نبدأ بقى نحلل. أول حاجة طبعاً إحنا عارفين الألف واللام بيفضلوا مع بعض، مش بيسيبوا بعض، يعني ما ينفعش نحط الألف لوحدها واللام لوحدها، لا، الألف واللام إذا كانت في الشمسية أو القمرية بيفضلوا هما الاثنين مع بعض، تمام؟ كتبنا الأل، نشوف بقى الحرف اللي بعدها الر. طبعاً زي ما قلنا الأل الشمسية بتاخد العيل الضعيف اللي عليه سكون، وزي ما احنا عارفين ان الحرف الساكن ضعيف ما بيقدرش يجي لوحده فبيسند على اللي قبله. طب ايه اللي قبله؟ الألف واللام، ونقفل عليهم الدورية. طب وبعدين بتسيب المتحرك يعتمد على نفسه. ايه المتحرك؟ اللي هي الره التانية، تمام؟ تمام. طب الرهد بقى دي هتسأل نفسها بعد ايه؟ ايه ده؟ ده بعدها ايه؟ معلهاش طاقية، مش لابسة طاقية، وجاية في نص الكلمة وقبليها كسرة، تبقى ايه سنة اولى؟ شطار، مد بالياء، يبقى هتيجي مع الره علشان المد والممدود مع بعض. خدت الره التانية اهي، خدت اليه، خدت اجي بقى ايه على الحرف اللي بعده؟ الشين، عليه فتحة. هيسأل نفسه بعد المد؟ لا لا. بعد ساكن؟ لا لا. خلاص انا هقفل عليا الدورية، مش عايز حد يمسك فيا. وبعد كده ته المربوطة وعليها ضم. شوف الكلمة اللي بعدها اسمها ايه؟ أصحابه، أصحابه. نبدأ نحلل. اول حرف عندي الالف، ايه ده؟ عليه فتحة. هيسأل نفسه بعد ساكن؟ هاخده معايا علشان الحرف الساكن بيروح مع اللي قبله، وكمان الحرف الساكن ضعيف وبيسند على اللي قبله ما بيقدرش يجي لوحده. خدت الالف، خدت الصاد، ايه اللي عليها الدور؟ حرف الحاء، عليه ايه؟ فتحه. هيسال نفسه بعدي مد؟ هاخده معايا. طب ايه عرفني ان هو مد؟ مين قال اللي ده مد؟ علشان الف جايه في نص الكلمه ما عليهاش حاجه قبليها فتحه، تبقى ايه؟ تبقى مد بالالف، هتروح مع الحاء علشان حرف الحاء ده ايه؟ الممدود. شطار، واحنا قلنا المد والممدود مع بعض، المد والممدود مع بعض. خدت الحاء، خدت الالف، ايه اللي عليه الدور؟ الباء، بقفل عليهم الدورية. وبكده يا سنة أولى نكون خلصنا درسنا النهاردة اللي هو ايه؟ صداقتنا أهم. الواجب هتكتبوا الدرس زائد الجدول اللي احنا خدناه هناك ده، زائد السؤال اللي عندي، ونقرأ الدرس كويس جدا جدا، ونتأكد ونفهم ان الصداقة هي اهم شيء في الحياة. اشوفكم على خير يا سنة اولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.